مساء الخير مشاهدينا نرحب فيكم في برنامج رايكم شباب، واليوم حلقتنا متنوعه بمواضيع مختلفه اكيد كل موضوع راح ياخذ الحيز الكافي بحيث انه نوصل الصوره المناسبه لهذا الموضوع، اليوم راح نتطرق لمواضيع مهمه في البدايه راح نبتدي في المواهب والهوايات ومدى اهميتها ممكن الشاب يصقل هذه الموهبه وتوصل لمرحله معينه من الاحترافيه بعدها اكيد راح ننتقل الى جانب الرياضه خاصه الصيف يعني على قولتهم يانا وبشكل رسمي الكل بدا يروح الجيم ويرجع الى النادي والبعض بدا يعني بدا يختار رياضات مختلفه فراح نتعرف على رياضه البيلاتس بتفاصيل اكثر اكيد من خلال ضيفتنا وبعدها راح ننتقل الى الجانب الاجتماعي والصداقه بين الابناء والوالدين كيفيه التعامل مع هذا الموضوع وكيفيه تقرب الوالدين من ابنائهم ايضا هذا راح نتكلم عنه من خلال فقرات حلقتنا نتكلم يعني بنتكلم في البداية على جانب مهم جانب المواهب أو الهوايات البعض ممكن يستصغر هذا الموضوع أو ينظر له أنه مضيع الوقت لكن بالواقع ودراسات واللي قاعد نشوفه من من أشخاص قاعد تقدم نماذج من يعني الطاقات الاحترافية بدأوا في هوايات معينة كانوا يعني يسقلونها شيئا فشيئاً على قولتهم خاصة بأنه إذا كان في اهتمام بهذه الهواية منذ الصغر أو يعني التطلع لمرحلة معينة من النجومية أنا ما تبقى هذه الهواية مجرد هوايه تمارسها في البيت او تمارسها في مكان معين، ممكن بان انت تكون اكثر متميز من خلال يعني القراءه، البحث عن هذه الهوايه، استخدام الوسائل السليمه للوصول الى مرحله معينه، ممكن من خلالها تتكلم عن هذه الهوايه ان وصلت في مرحله تقدر تتكلم عن ان الهوايه ممكن تتحول لمصدر رزق، ممكن تتحول الى شيء انت تمارسه بشكل يومي وتحبه واكيد يعني تستغل الطاقه اللي انت تمتلكها من خلال هذه الهوايه. يعني آه هذه الجزئيه اكيد مهمه مشاهدينا وراح نتكلم عنها اكثر وبشكل مفصل مع ضيفنا، لكن آه يعني في تقرير مجهزين لكم لبعض المشاهير وهواياتهم الغريبه، خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع من بعدها. لكل منا هوايه تعبر عنه وتدل على شخصيته. لكن المشاهير هواياتهم غريبة بعض الشيء فالمغنية الكندية سيلين ديون تعشق الأحذية وتميل إلى شراء عدد كبير وصلت إلى ما يزيد عن ثلاثة آلاف زوج حذاء في خزانتها أما المغنية الشهيرة بريتني سبيرز فتعشق جمع الدمى القديمة وتحرص أن تشتري منها في جولاتها حول العالم وعلى الرغم من امتلاكه احدث الازياء الراقيه من دور الازياء الفخمه الا ان الممثل جوني ديب يعشق الثياب القديمه ويشتريها ويحتفظ بها كلاوديا شيفر فهوايتها لا تخطر على بال الكثيرين اذ انها تهوى جمع الحشرات الزاحفه والاحتفاظ بها في منزلها وهي هوايه غريبه بالنسبه لعارضه ازياء مشاهدين مثل ما شفنا بالتقرير بعض الهوايات الغريبة لكن اليوم ضيفنا قدر أن يتميز من خلال التصوير الفوتوغرافي ويبين ملامح الجمال في أكثر من بلد يعني يسافر لها ويتميز أيضا بتصوير وجوه البشر بطريقة مختلفة قدر أن يستخدم هذه الهواية إلى يعني ينقلها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بطريقه مبتكره لكن راح نتطرق لمواضيع مهمه سواء بالجانب الحقوق الفكريه اللي قاعد ينقلها من خلال هذه الصور او الافكار الجديده اللي قاعد يقدمها من خلال هذه الهوايه مشاهدينا معنا ضيفنا ناصر القطان حياك الله. الله يحييك الله. الله يسلمك. ناصر في البدايه نبي نتعرف على شلون بدا اهتمامك بالتصوير. في البدايه مشكورين على الاستضافه. الله بدايه مشوار التصوير بالنسبه لي كانت اتوقع مثل 90% من المصورين هل بالسفر نصور لها نصور الربع لما صحيح. نسافر وطبعا ما لنا صور احنا لان دائما انتم اللي احنا اللي نصور آه بدايه الجامعه كان في نفس نوادي آه وكلابات يعني آه لمواهب متعدده واحده منهم كانت آه كان نادي التصوير آه دشيت النادي آه شوي شوي بل حبيت الموضوع، تسلفت الكاميرا من اختي ما كان عندي كاميرا. حلو. آه، ومع الوقت مع كان كان في مدرب معتمد يعني ومحترف هو بالتصوير آه، استاذ خالد عبد الغفور. هو كان ماسك النادي هناك هم. وعلى ايده يعني من خلال الممارسه ومن خلال التدريب الشخصي آه شوي شوي تطورت معي و والحمد لله وصلت لها يعني المرحله هذه والهم يعني المرحله هذه هم مو النهايه صحيح. اكيد اطلع اني اكون احسن واحسن بس متى أو. تحديدا بديت التصوير؟ أه أي سنه تقريبا؟ تقريبا من نص 2010 يعني 2010. تقريبا ثمان سنين بتصير الحين يعني من ثمان سنين خلينا نقول من بدايه المرحله الجامعيه لقيت إيه. نفسك بهذه الموهبه لكن الاحتراف التصوير بدا من موهبه لكن هل اتجهت الى دراسه هذه الهوايه؟ هل انتقلت آه يعني. لمرحله الدراسه؟ في الحقيقه انا ما كنت لا يعني لا مو تخصصي اصلا بالجامعه التصوير حلو وكانت مجرد هوايه وبلشت ادرب نفسي فيها وادش دورات واشتري كورسات اونلاين بس كلها تعلمني التصوير مو من مو بطريقه منهجيه ومو بطريقة نفس اللي ندرسها بالجامعه يعني مو الكتاب او الفصول يعني ما هو شيء اكاديمي او مو دراسي لا ما أنت ما إلى حبك لهذه الهوايه اي وكانت يعني عن طريق الممارسه ايه وعلى الميول انا ميولي اصور مناظر طبيعيه وكذي ل.. شدني تشدني ل... الاشياء بهذا المجال فكنت اتعلمها من خلال الدورات والكورسات الاونلاين خلينا نقول اليوم كثير من الشباب مثل ما انت ذكرت يبدي خلينا نقول اه اهتمامه بالتصوير بان يصور مثلا الاهل اصدقاء وبعدها ممكن ينتقل لمرحله اه شويه اكثر مثلا من خلال الجامعه لكن شلون الواحد يتميز يعني عرفنا الهوايه بشكل بدائي او اه في البدايه لكن شلون الواحد يتميز بهذه الموهبه طبعا كل شخص طبيعي لا لمسته ولا حسه الفني اه خصوصا اللي مارس مجال التصوير مهور. واللي يبل يبلش عموما مجال التصوير دائما ما يكون عنده ذاك الاطلاع الكافي فيحاول يقلد المصورين العالميين او المصورين اللي اللي هو اوريدي تصويره. ف في البدايه الواحد لازم يقلد صح وهو مجرد تقليد انك توصل لمستوى المصور المحترف هذا انت يعني قاعد تتعلم اشياء جديده. فكره التقليد تقصد انه نفس ستايل التصوير ولا تقليد مثلا صوره بشكل معين يحاول انه يجيب نفسها او يصور نفس الصوره هذه. ممتاز الهدف مو انه بس ابي ابي اقلد الشخص هذا، مم الهدف انه وانا قاعد اقلد الشخص هذا راح يتعلم ومستحيل يعني خذها مني مستحيل اي شخص لو بيقلد شخص ثاني 100% مستحيل يطلع بنفس النتيجه مهما لا كان لازم يضيف لمسته او او ممكن ما يوصل للمستوى هذا بس بالنهايه يلقى طريقه هو يلقى, يلقى الستايل اللي هو هو عارفه يعني فمع الممارسه ياخذ المعلومات اللي موجوده سواء من المصور هذا اللي يبي يقلده او تعلم منه حلو ويضيف طبعا بالنهايه لمستها ويخلط من هذا شويه ياخذ حل. من هذا شويه وبالنهايه الحس الفني للمصور نفسه يحط لمساته هو شخصية ممكن. بالضبط بالضبط اذا اليوم عندنا دائما نسمع بالتصوير في اللاندسكيب وتصوير البشر كلمنا حل. عن هذا الفرق يعني وخاصه ان الحين مشاهدين قاعد يشوفون معنا هذه اللقطات أه طبعا الفرق بين النوعين من التصوير وانا احبهم اثنيناتهم طبعا بس اميل لجانب لاندسكيب <سؤال> او <سؤال> سكيب اكثر <سؤال> آه، تصوير اللاندسكيب او السيتسكيب آه، يعتمد اعتماد كلي للوقت اللي تكون فيه بمكان التصوير اذا الوقت المناسب ما كنت موجود راحت عليك اللقطه يعني نقعد بالايام الشروق كل يوم من الخمس الفير نقعد نكون بالموقع التصوير ونصور كل يوم شروق عشان نطلع يمكن بيوم واحد تكون اللقطه بيرفكت الوان يعني عادي عادي تقعد اكثر من ثلاث اربع خمس ساعات عشان لقطه معينه انت تبيها اي وتصير هذه ثلاث اربع ساعات وممكن على مدار اسبوع كامل كل يوم يجي الصبح نفس عشان المكان عشان تاخذ اللقطه اللي انت تبيها بالضبط اي ممكن تصير كذي وممكن اكثر بعد يعني اوكي في بعض المرات اذا في شغله معينه ننطرها هم هم اه لا ننطر لها عادي ما عندنا مشكله لان يعني هذا الشغف مالنا بهالشيء هذا ان نطلع المنظر باحلى باحلى شكل ما حد شايفه يعني بهالفتره خصوصا الاغلب يكون نايم فيها في البيت او للحين بيطلعون حق دواماتهم فانت تاخذ اللقطه هذه وتعطيهم اياها على طبق من ذهب ويستانسون فيها صحيح نايم اكيد وراح نتكلم اكثر انه شلون ممكن من خلال الصوره ممكن نبين انفعالاتنا ومشاعرنا لكن اكيد مشاهدينا بعد هذا الفاصل ناصر شفنا يمكن مع بعض لقطات ان التعبير لقطات سينمائيه يعني فكلمنا وين صورت هذا يعني هذه الصور والفيديو وكلمنا اكثر عن هذا المكان الفيديو اللي طلع واحد منهم بالنيبال نيبال آه حلو. كنا رايحين آه هايك او تريكينج اوكي رايحين الايفرست بيس كام حلو. فاللقطات هذه اللي شفتوها كانت من الرحله نفسها مه. هذه وطبعا كنا على ارتفاع وصلنا لارتفاع 5000 و و 200 متر. ما شاء الله. ارتفاع وايد عالي. يعني اي وايد عالي وايد ايه متعب بعد. اه اللقطات الثانية كانت من بعضها من مدينة الكويت. صحيح. والبعض الثاني تصوير العمال عمال اه اه الجراجات. أنا أنا بتوقف عن هذه النقطة اليوم ايه تصوير العمال تعطيهم الصورة. ايه كلمنا عن عن هذه الفكرة. اه الله يسلمك الفكرة كانت إنه بقدم شيء لل يعني الفكرة كانت ان بقدم حق الأشخاص هذول شيء. يعني تبي تسعدهم يعني؟ اي بطريقه حلو ممتاز. اي ومن خلال المجال انا يعني من خلال التصوير كنت افكر شو ممكن اقدم لهم شيء وشيء بسيط يعني فرحت تصورهم اول شيء كانوا بعضهم متخوفين مم. ما يدرون يعني ليش حل... اي ليش يصورهم وكذي آه بعدين قعدت اشرح لهم ان انا بس ان كذي عشان اعطيكم الصور وتستانسون فيها صورتهم وقلت لهم ان شاء الله بعد يومين ثلاثه على ما اطبع الصور ارد لكم اياها حلو كذي آه يعني ما كانوا مصدقين يعني أي. بالبدايه صورتهم ويوم رديت جبت لهم الصور كانت يعني السعاده اللي على وجوههم كانت صدق يعني تسوى اللي سويته يعني بالمقابل بعدين نشرت المقاطع هذه ونشرت الصور والحمد لله لاقت يعني صدى كبير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال اكيد وقاعد نشوف يمكن لقطات اكثر فيها ايه تركيز على الوجوه انت يمكن وصلت رساله مهمه ناصر بان اليوم في هوايتك ممكن تقدم رساله انسانيه او قيمه معينه صحيح يعني للمجتمع بشكل عام احنا تكلمنا عن الاند سكيب خلينا نتكلم عن الوجوه اليوم تصوير الوجوه وهل يعني خلينا نقول اختصاصك اكثر انت قلت ان انت تحب لاندسكيب اكثر صحيح كلمنا عن تصوير الوجوه اكثر اه تصوير الوجوه انا بالنسبه لي هم احبه بس يعني عرفنا صعوبه لانسكيب طول ايه بالساعات عشان لقطه الوجوه وين الصعوبه الصعوبه انك تدش يعني بمود مع الشخص اللي بتصوره لان اغلب الاغلب الاشخاص اللي بصورهم ما اكون اعرفهم اصلا صحيح وما ادري شنو هي ردة فعلهم ما ادري هل هم متقبلين الشيء هذا او رافضينه او او مزاجهم اصلا هل يسمح انك تصوره بهالوقت هذا هل ما يسمح يعني كثير من المرات الشخص ما ما يبي ما احد يكلمه اصلا صورت وجوه البشر برا الكويت صح؟ اي إذاً شلون يعني تواصلك ممكن يكون اصعب خاصه اذا مثلا ما يتكلمون اللغه اللي انت تتكلمها فشلون تفهم مودهم ايه؟ ومشاعرهم عشان تطلع بلقطه حلوه بالنسبه لي اغلب اللي صورتهم الاشخاص كانوا بشرق اسيا يعني شرق اسيا سواء تايلاند ولا مم. اندونيسيا ولا الفلبين واكون صريح معك وايد اسهل حتى لو ما نتكلم لغه واحده مم. بس وايد اسهل من ان التعامل عندنا هني يعني شلون؟ أه مجرد انه يشوفون الكاميرا بالابتسامه يضحك بوجهه أه فوتو فوتو اوكي هذا بس يعني كلمات بسيطه يمكن بس هو فاهم المعنى فاهم المعنى منها وما راح ما يسالني ليش تبيهم ويعطيك رياكشن اللي انت تبيه يعطيني الرياكشن وبعضهم مو ولا فرق وياه انا ايش قاعد اسوي يعني عادي عايش حياته و وانا وانا اصوره يعني عادة 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 يعني خصوصا باندونيسيا صادفت اني كنت اطق الباب على البيوت كانت بجزيره نوعا ما نائيه اه ودش عليهم واصورهم ببيوتهم مم. وكان الوضع سليم عادي يعني ما ولا كانه في شيء صاير مم. يعني اه والاطفال خصوصا مم. بالبيوت هذه هم الاكثر يعني جانب من السعاده هم اه 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 اكثر شيء توصلهم يعني استانسوا لصور خصوصا مم. لما اوريهم الصور عقبها مم. يستأنسون <applause> يعني هل نصر نشوف عندك صور لكبار بالسن ونشوف يعني سعادتهم من خلال تصويرك لهم فالكبار يمكن الصغار بعفويه ممكن يبتسمون للصوره او يتعاملون معك بعفويه كبار بالسن هل كان نفس القبول بالنسبه لهم للتصوير بعضهم كان نفس يعني هم تحس بالرياكشن مالهم انهم كانوا مستانسين خصوصا لما توريهم الصور لانه ما ما كان مو متخيلين شكل الصوره يعني صح. بعض المرات اكون جايب معي الكاميرا اللي تعطيك صور الفوريه فوريه آه هذه نفس الشيء اصورهم فيها والسعاده اللي توصلهم ان أخذوا الصوره وشايفينها الحين بيدهم وياخذونها يورونها ربعهم رب. او اغربائهم اللي يكونون وياهم وتركت موجودين. اثر من خلال تصويرك لهم بهذه الطريقه أي. لكن اليوم ناصر انت ما شاء الله عليك بالسوشيال ميديا اكتف تعرض صورك وشغلك وايضا من خلال المعارض شلون تضمن حقوقك الفكريه؟ شلون تضمن ما واحد ياخذ صوتك وينزلها بالانستغرام ويكتب لك تيكن باي مي وتروح الحقوق الفكريه، كل شلون تحافظ على هذا الشيء؟ أه صراحه انا يعني ما اسوي ولا شيء عشان احمي حقوقي لان عندي أه وجهه نظر يعني إن اللي هي؟ ان بعض الصور اذا الناس اخذتها وحاطه اني انا اللي مصورها ما عندي مشكله فيها هذا الشيء. هذول حافظين حقوقك ايه لكن اللي ياخذها من غير ما يحط اسمك. أه بنفس الوقت انا اشوفها من جانب ان صورتي اخذت يعني ما اخذت الا لانها حلوه او عاجبه الاشخاص اللي خذوها وحطوها وساعات ادش اكلمهم اقول لهم اذا تبي صور يعني في بعض الاشخاص يحط اقول له يعني الصوره مولك وبعض الناس اللي يكتبون عنده بالكومنت يدرون ان الصوره مو يعرفون هذه الصوره مو للشخص نفسه اي آه ما يرد ما يردون وعموما يعني حتى بالقانون عندنا هني يعني ما حسب الاجراءات اللي عشان نحفظ فيها الحقوق اجراءات وايد طويله وايد نوعا ما شاري شاري مزاجك من هذا الموضوع إيه فـ تارك فـ الموضوع فما عندي مشكله بالموضوع هذا فل... الا اذا ممكن شخص استفاد من الصور اللي انا مصورها ماديا لا يعني ممكن عندي لا هني لازم انا استفيد منها صح يعني لان هذا حقك وانت بالنهايه اجتهدت وتعبت لكن ناصر اليوم نشوف بان الناس قاعد تصور من خلال الاجهزه الحديثه بلقطات معينه فهل صار في منافسه اليوم بين الكاميرات اللي انتم تمتلكونها وال والايفون او التليفونات هذه أه، الاجهزه الذكيه الحين وصلت مراحل يعني تكاد تقف مع الكاميرا الاحترافيه لكن مهما كان هذا التطور اللي وصلت الكاميرات او الهواتف الذكيه هم. مستحيل تغنيك تماما عن الكاميرا, الكاميرا الاحترافيه خصوصا ايه. ان بالكاميرا الاحترافيه تقدر تسوي تكنيكات وامور ثانيه ما تقدر تسويها بالتليفون لكن التليفون يعني انا اشوف ممكن اغنى يعني في ناس وايد استغنوا عن كاميراتهم وبس بطلوا وباعوها بعد مجرد ان قاعد يحصلون اللي يبونه من خلال التليفون استغنوا عن كاميراتهم استغنوا كم اعرف ناس يعني شخصيا يعني خلاص صار تصوير بالتليفون بس بالتليفون يصور ومبدعين و بالتليفون أه انا اشوف ممكن صار هل نفس مجال هل راح تستغني يوم من الايام عن ال؟ أنا ما أتوقع لأن أنا استغ... أستخدم الإثنين، يعني مم. أستخدم هذا إذا هذا ما كان إذا الكاميرا ما كانت موجودة أو مم. في بعض المرات يعني ما يستدعي إني أكون شايل الكاميرا وياي مم. على طول، فالتليفون مؤدي الغرض إلا إذا كنت بصور شغلات معينة بتكنيكات معينة أو أمور معينة لا هني راح استخ... راح أحتاج الكاميرا. الكاميرا بس حق الأمور اليومية مم. لا التليفون مؤدي وبزيادة يعني في جوائز عالميه الصور اللي فايزه في صور بالتليفون مصورينها وفي منافسه معاهم من خلال الكاميرات لكن اي اي بالتليفون اي وفازوا وجوائز بالالاف يعني ممتاز لازم ناخذ إيه. دوره عندك زين ناصر جزئيه اليوم السفر انت ما شاء الله عليك قاعد تسافر وتوثق وتصور لكن اكثر الدول اللي تعطيك مناظر طبيعيه جميله لاند معينة معين تقدر تصوره وتحب انه تصور بهذه الاماكن آه صراحه جربت انا دول وايد وتو يمكن قبل شهر شيء كنت راد من ايسلند حلو اشوف ايسلند هي بالضبط نفس السؤال اللي سالتني اكثر دولة تعطيني مناظر طبيعيه وبالنسبه لي انا الدوله هذه اعطتني صفاء ذهني يعني المكان مريح حلو طبيعة على مد النظر مكان حلو في ظواهر طبيعيه حلوه في يعني توافقنا صورنا ظاهره الشفق القطبي هناك حلو أه فانا اشوف ايسلند خصوصا مجال لاندسكيب مهم. يعني تعتبر هي الوجهه الاولى لهواه هذا المجال من شو ظهرت الشفق القطبي؟ تبيها علميا ولا شنو شكلها؟ لا يعني شكلها شكلها يكون نفس ل... لون اخضر بالسماء مهم. الوان كذي اضاءات خضراء بالسماء سببها مهم. عواصف من اشعه الشمس. ماجه. تي من كذي شيء علمي وين شلون صاير المهم تي وتحوش القطب الشمالي والقطب الجنوبي او مم. المناطق او الدول اللي قريبه من القطب الشمالي مم. والقطب الجنوبي وايسلند حسب موقعها مم. تكون موجوده الظاهره هذه هناك مم. طالعه ممتاز مم. مم. يعني اليوم من خلال المناظر الطبيعيه والتصوير اكيد معك معدات فهل تستخدم فلاتر معينه لتصوير اضاءات معينه يعني امور تجمل الصوره اللي انت قاعد تصورها أه بالحقيقه استخدم بعض الفلاتر اذا كنت محتاج اطبق فكره معينه لكن مو على طول استخدم فلاتر. واستخدم تكنيكات ثانيه تغنينا عن الفلاتر اصلا يعني في في تكنيك اخذ اكثر من لقطه باكثر من درجه اضاءه يعني واحده صوره قامجه واحده فاتحه واحده بالنص ومن بعدين ادمجهم مع بعض تقريبا نفس فكره الاتش دي عشان تعطيني الإضاءات صح بالصورة كاملة. اه وفي تكنيك البانوراما تكنيك الفوكس لكن أخذ أكثر من فوكس بالصورة عشان أدمجهم بعدين يكون من أولها لآخرها اه شارب وواضحه وضوح اكثر من لما أخذ لقطه واحده. ممتاز يعني ناصر احنا نتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله منها الاعلى ونشوفك متميز اكثر ما انت مميز الحين وان شاء الله تحصل على جوائز وتشارك في مسابقات عالميه وان شاء الله نستضيفك هنا يعني اكثر عن هذه الجوائز كل الشكر لك. مشاهدينا مستمرين معاكم راح نتعرف اكثر على رياضه البيلاتس لكن بعد الفاصل. مشاهدين هنا الموضوع جدا مهم الناس بدات يعني تداول هذا الموضوع خاصه دائما فتره الصيف الكل يبدي يتساءل شلون اقدر اضعف شلون ممكن يعني يكون جسمي متناسق بحيث اني اطلع بصوره ممتازه، البعض يسال عن تقويه العضلات وتوازن كل هذه الامور اكيد راح نتعرف عليها لكن الاهم ان نتعرف على رياضه البيليتس تحديدا من خلال تواجد ضيفتنا الاستاذه خديجه الحرمي مدرب معتمد لرياضه البيليتس حياك الله. الله يحييك شكرا. يعني اول سؤال راح راح اكيد شنو هي رياضه البيليتس؟ رياضه هي رياضه عاديه مم. ولكن ميزتها أنها هي تقوي اكثر من 600 مم. وثمانين عضلة بالجسم حلو. وأيضا ميزتها أن مهم. إحنا نشوف الشخص وشنو قوامة شنو مهم. نوع قوامة هل مثلا الشخص محندب مهم. هل مثلا الركب لافة لي داخل أو ركب لافة برا أو ركبة داخل لافة مهم. والثانية برا أو نشوف القدم يعني في شيء اسمه تحليل القوام فعلى مهم. هذا يعني نختار من بين 1600 تمرين نختار أفضل التمارين عشان نقوي العضلات نقوي العضلات مم. فبعدين نبتدي نحرق الدهون ومع تقويه العضلات وحرق الدهون والضعف القوام يتعدل مم. وبعدين مع ميزه البلاتيز بعد تبين لنا مثلا العضلات الضعيفه مثلا عضلات الفخوذ اللي قدام تكون اضعف مم. او اليمين اضعف من اليسار مم. فهذه الاشياء تبين لنا مم. فلما احنا نقوي هذه العضلات فالجسم وايد يتغير يشد يضعف الى اخره ولكن ميزتها ان قوام الانسان يتغير حلو على حسب اللي يناسبه هو بعدين تمنع الاصابات ايضا لان احنا قوينا انسب العضلات حسب الجسم حلو يعني احنا قاعد نشوف معاك بعض المعدات فيا ريت لو تشرحي لنا اكثر على هذه المعدات هي, هي يعني هي في فوق ال1600 تمرين وجايبين اليوم انا اي وانا إيه شيء اسمه الفلكس باند اوكي الفلكس باند هذا طبعا في عده انواع مم. في الريزستنس هذا جايبته انا ريزستنس عالي مم. فهذا مثلا انا استخدمه حق في ناس يلاقون صعوبه جدا انه يرفعون ريلهم الثنتين حلو. بالهواء اذا هم منسدحين على ظهرهم صحيح. طبعا فكره البلاتيز وايد تقوي عضلات المعده طيب. فلما يرفعون ريلهم الثنتين يلاقونها وايد صعبة م -م. فنقدر نحط الباند أوكي. أسفل القدم على الأقل يقدرون يشيلون شوية من وزن ريلهم م -م. يعني يساعدهم أكثر ل... إيه. يساعدهم أكثر م -م. مثلا هذا الفلكس باند أقدر أحطه فوق الركبة الفخوذ من برا، فهم راح يدزون بفخوذهم لبرا، فراح نقوي العضلات الجانبية الجانبية حلو. اللي برا، مم. فوايد مناسبة حق الناس اللي دائما فخوذهم طايحة لداخل أو القدم طايح لداخل أو فلات فيت هذا وايد مناسب لهم. طبعا هذا هم يعطي مقاومة، يصعب الحركات ونفس الشيء الباند يقدر يصعب الحركات ويقدر يسهل الحركات يعني فيها ريزيستنس يعني البعض يعني يوم يتساءل يقول يعني هل هذه الرياضه تحديدا تساعد كل شخص على حسب قوامه، على حسب وزنه، على حسب القوه العضليه يمتلكها راح تكون التمارين مختلفه، يعني لو انا وشخص ثاني ندش نتمرن بهذه الرياضه تمارينها راح تكون مختلفه؟ عادة اي عادة يعني هو معظم الاحيان اذا الكلاس كان جروب كلاسز التمارين اللي المدرب او المدربه يختارها تكون شامله للجميع حلو. اللي هو مثلا فيها فليكشن فيها اكستنشن يعني فهذا نوعين من انواع القوام مم. فيها مثلا حق الركب اللي داخل مم. الركب اللي برا فيها حق الفخوذ اللي برا فيها مم. حق اللي داخل طبعا فيها المعده مم. ففيها معظم مم. هذه التمارين ولكن قبل اي شخص يشترك مثلا عندي لازم اعرف هل في اصابات هشاشه خشونه ديسك بالظهر هني شوي عاد نبتدي نغير ولكن اذا كان التدريب كان بيرسونال برايفت 1 اون 1 هني عاد انا اقدر صح. ابدع ان أم ان مم. كل تمرين انا منقيته لهذا الشخص بالضبط حق هذا الشخص حلو. يعني انه لازم يناسب فالنتيجه تكون طبعا مم. يعني النتيجه راح تكون اسرع حلو. يعني اللي راح يبين على الجسم اسرع ممتاز فيعني ف... يعني هذه الطريقه الانسب للشخص اللي يبي تمارين مخصصه عشان هو على حسب قوته العضليه او الجسمانيه انه يكون 1 تو 1 هو يعني انا عاده طبعا هم اقول مثلا حسب البادجت لان ال1 تو 1 يكون سعره وايد اغلى في ناس يحبون انه يتمرنون مع مجموعه من الناس عشان طبعا المجموعه اي المجموعة لابد راح يكون في تغيير من اول جلسة، صحيح. لابد ان راح يحسون تغيير، بس مه. مثلا عندي ناس فيهم مه. اصابات صحيح. او اصابات بليغة، مكي. كسور، عمليات، تبديل ركب، مه. مثلا ابلش فيهم برايفت طيب يعني احنا إيه. نشوف مع بعض هذا الفيديو لتمرين معين وتكلمينا عنه إيه. هذا السيزرز هذا اسمه تمرين السيزرز حق المعدة حق الفخوذ الأمامية اللي قدام وفي عضلات الهيب فلكسرز وهذا التمرين انا نقيته حقي لان انا ركبي لافه لي داخل حلو. فانا سويته حقي انا ان مم. وضعيه ركبي لافه لي برا مم. وقويت عضلات المعده وبعدين حطيت ايدي خلف راسي لان انا اقدر اسوي هالتمرين بدون ما امسك ريولي ممتازم. انا قادره مم. طبعا مع هالتمرين يشمل التنفس فالتنفس في البلاتيز له طريقه معينة بالتنفس في يعني تكنيك معين بالتنفس من خلال آه التمارين، لكن ايش كثر فعلا يعالج آه بعض الامور اللي انت تكلمت عنها سواء كانت الركبه آه مثلا ما, ما هي بطريقه سليمه او مثلا اذا في امراض معينه السكر او الضغط، ايش كثر تساهم هذه الرياضه؟ تساهم يعني بشكل آه يعني بشكل وايد عالي، ما حد يعني يعني انا وايد عندي مشاركات عندهم خشونه ديسك بالظهر عيوني متالمين جدا عايشين حياتهم اليوميه كلها بألم مه. تمرين واحد ثاني جلسه ثنتين ثلاث اربع بالكثير خمس بالمئة من الامهم تلاشت مه. بعدين شنو هم ميزه هالتمرين البلاتيز انه بعدين يقدرون يدخلون كلاسات ثانيه اثقال او مثلا ذا بار ورك او يعني تعطيهم مرونه لانهم إيه؟ يمارسون اي رياضه تعطيهم ثانيه تعطيهم مرونه تعطيهم ثقه بالنفس تعطيهم عضلات قويه مه. صحيح. تعطيهم قوام صحيح مم. يعطيهم وعي أن جسمهم شنو يسوي غلط مم. يعني أنا خديجة عضلاتي جهة اليسار ضعيفة وايد مم. عندي انحناء بالظهر مم. بأسفل الظهر اللي هو يعني دكاترة يسمونه سكوليوسز إحنا نسميه انحناء بالظهر مم. فأنا أدري الضعف وين فيني فلازم أركز وايد حلو. وأقوي عضلات جهة اليسار مم. عضلات جهة اليسار اللي من ورا أضعف مم. بعد اليمين عندي وايد عضلات قويه فلما اسوي بلاتيز اقدر اشيل اثقال اقدر اسوي تمارين كاتلبلز تمارين قويه ولكن بدون الاحساس انها يمكن سويت حركه غلط يمكن حاشتني اصابه في احتمال يحوشني اصابه لا انا عاده واثقه لأنه قاعد قاعده اسوي تمارين بلاتس اللي تناسب عضلاتي وضعف يعني الضعف اللي انا فيني ممتاز انزين يعني البعض يتساءل شلون يقدر يعرف انه ضعيف في هذه العضله او ضعيف في في مثلا الجانب اليسار من من مثلا من ايده او من من عضله معينه شلون يقدر يعرف هل تسوون تمارين معينه بعدها يبين القياس يعني احنا نسوي تحليل القوام أوكي. بس مثلا حتى لو اذا ما سوينا تحليل قوام يبين بعيني انا مم. كمدربه متى العضله طفت او وقفت مم. يعني مثلا يعني انا ابي الحركه تكون مثلا الريل مشدودة ومسموتة والقدم مثلا <تصفيق> فلكست <تصفيق> يعني إحنا مهوسين بالكعب أنا هذه <applause> الأشياء اللي طلبتها <applause> فألاحظ أن لا الشخص مو قادر يمد ريلة <applause> سيدة كل شوي يثني الركبة معناته العضلة وايد ضعيفة بالفخوذ الأمامية والخلفية ومو قادرين يشدون ريلهم بس الأفضل <تصفيق> <تصفيق> طريقة إحنا بالنسبة لنا كمدربين بيلاتيز وحق الشخص إذا يبي يعرف بالضبط شنو الضعف اللي فيه مم. تحليل القوام اللي هو اسويه بالإيد نمشي على فقرات الظهر كلها على الفقره فقره والقى مثلا مستوى لوح الظهر وين مكانه بالنسبه حق العمود الفقري نمسك الحوض لازم الحوض يكون متساوي الحوض من وراء من قدام القفص الصدري فوق الحوض يعني في مقاسات في مقاييس معينة, معينه في اشياء احنا نطالعها فيبين عندي ضعف العضلات <applause> ويبين عندي شنو انسب التمارين من المنهج اللي انا دارسته ومن المعدات اللي <applause> عندي شنو افضل شيء ان انا اقدر ادرب <applause> الشخص عشان الفائده تكون يعني واضحه جدا. ممتاز، انزين اذا بنشوف بعض التمارين يعني هل في مثلا تمرين نقدر نشوف تمرين معين؟ يعني في تمرين هذا <applause> وايد بسيط هذا سباين <applause> تويست <applause> <applause> إنزين، لما نحط الفتنس سيركل فوق هذا تحدي أكثر حق عضلات المعدة والقفص الصدري. إحنا دايما نقول ريب كيج ما لازم يطلع. Doesn't pop out. فهذا مثلاً إكسل، inhale، exhale. هذه الحركة ميزتها شنو؟ يعني طلع. بالنسبة حق كل الناس حركة بسيطة ووايد سهلة، ولكن إن أثبت حوضي سيده واحرك القفص الصدري هذه يعني مثلا فيها وايد تحدي ان القفص الصدري اخر ضلعين ما يطلعون لفوق هذا هم صعب, صعب. اي بعدين لازم ان التكنيك يكون التنفس مع الحركه في طريقه اسهل طبعا هذه الحركه اسمها سباين تويست <applause> تقوي العضلات العميقه اللي ما ت... ما نقدر نوصل لها بكل تمرين مم. يعني ما تقدر توصل حق العضلات العميقه بايسب كيرلز ولا لانجز اند سكواتس لا ما نوصلها حلو. هذا الحين الاسهل الفيرجن الاسهل مطلع. اللي هو اخليه واكسهيل انهيل بعدين في ناس يلاقون صعوبه بالشهيق مم. فبدال ما نسوي زفير اسوي الحين شهيق حلو زفير مم. بالنص فمثل ما قلت لك ان هني لازم احنا نثبت الحوض ونحرك القفص الصدري، هو يعني yeah. تمرين بسيط يكون مثلا الليفل ماله انترميديت، دائما بس ولكن هذا التمرين دائما يكون uh -hmm. مشمول بتمارينا لانه مناسب حق uh -huh. ان الشخص يقدر يركز على القفص الصدري ووضعيه الحوض. يعني نوعيه التمارين اليوم هل في مثلا ليفلز لها مثلا بيجنر ادفانسد يمر من خلالها الشخص إيه إيه اللي ما عندنا هالرياضي. عندنا بيجنرز هو يعني مثلا رياضه البلاتيز هي تناسب حق من عمر 11 فما فوق رجال ونساء واي احد عنده اصابات ليش هو هالسبب انه مو من عمر أربع سنين و سنين لان المعلومات اللي المدرب او المدربه يعطيها طول فتره التمرين معلومات وايد لها علاقة بالعلاج الطبيعي بالقوام بوضعية الحوض. فيعني عادة يعني of course راح يكون عندنا مستوى advanced وبعدين شنو هو كل ما الجسم ضبط لي شيء أنا راح أتحدى الجسم بتمرين ثاني عشان يختل التوازن واللي مثلا يعني مثلا الحوض إذا اعطيت الشخص تمارين والحوض ما تحرك مه. وثابت والالاينمنت كله صحيح راح اوقفه مثلا على ريل وحده او اوقفه على الريفورمر الجهاز البلاتيز الريفورمر اللي يتحرك صحيح. فهني يضطر ان العضلات تشتغل اكثر عشان تثبت الحوض وتعدل القوام وتعدل اذا كان في القوام. اي نقاط يعني فعندنا بيجنرز عندنا انترميديت عندنا ادفانس عندنا, 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 عندنا مثلا حق الناس اللي عندهم هشاشه مه. تبديل ركب، تبديل حوض، عندهم خشونه، ديسك، عندنا كل تمارين يعني حق اتوقع هذه اللي يميز هذه الرياضه انها تناسب الكل عاده الرياضات يقول لك لازم تكون في قوام معينه، فهذه الرياضه ممكن تكون مرنه للجميع بأن يمارسها، كل شكر لك استاذه خديجه على تواجدك وتوضيحك لهذه الرياضه، أنا, انا اول مره اسمع عنها وشدتني وايد فاكيد راح اطلع على هذه الرياضه اكثر. استمتعنا في تواجدك إن شاء الله نلقاك في حلقة شكرا قادمة شكراً الله. الله مشاهديننا مستمرين معاكم بعد الفاصل لكن رح نتكلم بعد الفاصل عن موضوع علاقة الأبناء وصداقتهم بالوالدين مشاهدينا بهذه الفقره راح نتطرق لموضوع جدا مهم علاقه الاهل بالابناء هل واجب ان تكون علاقه حب احترام خوف مجموعه من المشاعر يجب ان تكون على اساس تكون علاقه مناسبه اكيد هذا الموضوع بتفاصيله راح نعرفه اكثر من خلال تواجد ضيفتنا الدكتوره زينب الزيادي مدرب معتمد للتنميه البشريه شاء الله اهلا وسهلا يعني افضل افضل العلاقات اللي ممكن تكون بين الاهل والابناء شلون ممكن تعدت تكون؟ لي كذا شعور صحيح طبعا احنا ما نبي شعور الخوف هذا لازم نستبعده الاحترام التقدير الاهتمام المتبادل طبعا شعور الحب المتبادل هذه الاشياء كلها تجمعنا كاسره من خلالها يعني يكون التعامل الاب مع الابناء او الام مع الابناء ما راح تلاقي بالشكل التقليدي اللي احنا تعرفنا عليه او مم. المتعارف لكن راح يكون مثل الاصدقاء مثل الاخلاء راح يصير مثل الاقران يعني لذلك راح تلاقي الاطفال على طول سهل عندهم انهم يقولون كل مشاكلهم مم. كل مشاعرهم شنو اللي يحصل عندهم جورن ذا يعني اكيد راح نطرق لهذا الموضوع انه شلون العيال ممكن يقولون كل شيء وهذا شيء صحي ولا لكن في البدايه البعض بعض الاباء يقول لازم ولدي او بنتي في شويه خوف يعني يخافون مني بحيث انه يحطوا لي هذا الاحترام والتقدير ان ابوهم ما يوافق على هذا القرار او يرضى بهذا القرار فلازم يكون في خوف هو ليش نسميه خوف ليش ما يكون احترام مم. وتقدير لان ترى في فرق وهذا التريك اللي دائما يطيح فيه الاباء يعني ممتاز. ان فلوح. انا اقدر واحترم مم. ابوي وامي لذلك اعرف شنو خطوطي الحمراء اللي اللي المفروض اني انا ما اتعداها فما له داعي الخوف الخوف اصلا راح يجيب كذب يمكن يجيب شعور سلبي مم. تجاه الاب والام مم. يمكن يصير في مشاكل نفسيه هروب مم. من المنزل مم. عنف فاذا يعني ممكن يؤدي الى الى الى, إلى جوانب سلبيه أكيد, اكيد والامر بغنى عنها لكن بعض الشباب او البنات يتهرب من مواجهه الاب او الام بموضوع معين دائما يفضل بانه ما يواجه بهذا الموضوع لانه هو اوريدي عارف ان امه وابوه ما راح يتقبلون او يمكن ما يستقبلون الموضوع هذا م. لحساسيته يعني شنو شنو سووا الاهل دكتوره اللي خل اللي خلى هذا الشاب او هذه البنت تشوف انه ما راح اواجه انت بلشت توك تقول لازم يكون في خوف اللي تتوق اللي انت او انا كنا هذا مو رايي انه لازم يكون ايه؟ في خوف احنا اللي كنا احنا معتقدين بعض الاباء انه يشوفون لازم يكون في خوف هو يعني. اللي احنا معتقدين انه هو لازم يكون احترام صحيح. وتقدير لذلك مم. راح تلاقي هو اصلا مو احترام وتقدير مم. هو خوف من امي وابوي اني ما راح اقدر او ما ما راح تصير عندي الجرأة اللي أنا أتكلم معاه بكل أريحية أو إني أقول له موضوع معين يعني مقلقني أو محتار فيه حتى لو أنا مثلاً أبي أختار مادة معينة أو دراسة معينة قد يكون أنا ما أقدر اوايه ابوي مم. او امي في هذا الموضوع. معين. نعم زين دكتوره انا ما علي باخذها الحين من, من جانب ثاني. حلو. ان الابو والام فلكسيبل او مرنين بالتعامل بشكل عالي جدا فالولد او الشاب او البنت يقولون كل شيء. اكيد. لكن توصل مرحله معينه بانه ما في اي يعني حاجز في النقاش، يبدو يقول حتى ان شغلات معينه الأب ما راح يوافق عليها، يعني ياخذ راحته بزياده. هني شنو الغلط اللي ارتكبه الاب او الام اللي خلى هذا الولد يتكلم بهذه الاريحيه وما يحط هذا الحاجز او ما هو حاجز مرتبه معينه للاب والام اللي هو المفروض انه ما يتجاوزها. احنا الحين خلينا ننزل شويه المقام. تفضلي. ونبلش اذا انا وصديقه لي اكيد صديقتي انا وياها عندنا قواعد اساسيه في الصداقه. صحيح. ايضا هنالك قواعد اساسيه في العلاقه ما بين الاب والام مع مم. ابنائهم حلو. لذلك ما راح تلاقي الابناء راح يتعدون آه مثلا ادبهم او يقلونه او مم. يتعدون الخطوط الحمراء هذه حلو. اذا كانت من البدايه مم. يعني انا دائما كنت اقول حق السيدات اللي يوني يسالوني في هذا الموضوع بل شيء صادقي او راجي ابنائك مو هم في بطن في بطنك مو هم اجنه يعني الناس وايد تستغرب من هذا لا ما حد المفروض ما نستغرب لان الطفل او البيبي او الجنين عفوا وهو في بطن أمه ما بعد الثلاث أشهر خلاص اكتمل فيقدر يوعى يسمع يعني يقدر يفرق بين صوت أمه وأبوه وأخوانه والناس اللي حواليه لذلك أنا أبلش تربية ابني من وهو في بطني على قواعد وأساسيات أنا أبيها ولما يطلع للحياة من عمر ستة أشهر أبدأ مع التربية والمرونة في 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 التعامل يعني لا اشد معه ولا, 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 ارخي بزياده نعم حلو يعني اليوم خلينا نتكلم في واقع بعض الاهل بان يقولون اليوم المشاغل وطبيعه الحياه والامور اللي ممكن تخص خلينا نقول الجانب العملي نعم. انا ما عندهم الوقت الكافي للكلام اللي قاعد تقوله الدكتور اللي هو مصادقه ابنائي وان اكون معاهم و فالمعادله هنا شلون ممكن تكون؟ وانا قلت لك وانا هو في بطن في بطني يعني وهو بطني اقدر اسولف معه عندنا في في اوقات معينه جدا سهله اللي يمكن بعض الاباء والامهات يعني ما يستوعبونها يعني انا مثلا عندي وقت الغداء مم. وقت العشاء وقت طلعة المدرسة إني أنا أودع عيالي المدرسة وأجيبهم المدرسة ترى هذا وقت مو أقل من نص ساعة صح. الغداء مو أقل من ساعة مم. هذه فترة أنا أقدر أسولف مع عيالي أعرف شنو مشاكلهم شنو أخبارهم مم. يعني أنا عندي واحد اثنين ثلاث أربعة أربع أوقات أنا أقدر أسوي كونكت بيني وبين بين عيالي مم. يعني هذه هذه إحنا نقول يعني ما عندي وقت لكن في ناس لا والله عندها وقت تلاقي الام والابو قاعدين في البيت شنو الوقت اللي ما عندهم مم. يعني يمكن يهتم في موضوع السوشيال ميديا او الجريده او مم. مشاهده التلفزيون اكثر من انه هو يجاب العيال وهذا خلط حلو احنا بنعطي مثال على اساس نطبق الكلام اللي انت قلتي لي, لي على قولتهم مثال واقعي اليوم اكيد في بعض الاسر يتفاجئ بان هذا الولد اللي عمره 11 12 سنه بدا يدخن طبعا عرفه بالصدفه من خلال جاكيته مخباته ريحه ريحه ال... ايده وايده بين هذا الولد اصبح مدخن م. هذا اكيد انا متاكد 100% ان صدمه لاي ام او ابو بانهم يعرفون ولدهم مدخن زين كيفيه التعامل مع هذا الولد اول شيء احنا عندنا مشكله بالاباء والابناء الامهات ان هم ما عندهم الشجاعه لمواجهه ابنائهم في اخطائهم وهذه الحين مشكله المثال. وهذه مشكله يعني انا مثلا ام ولا اب شفت ان في مشكله عند ولدي اخر واحد افكر فيه اني انا اتواجه معه والله اروح اقول حق عمه ولا خاله ولا يده او يدتي ليش انت وين مسؤوليتك يعني هلو. في هذا الموضوع فك نتعامل مع هذه الحاله الحين مثلا اذا احنا عرفنا عندي طفل مدخن افكر اول شيء شنو اللي خلى ولدي يلجا الى التدخين هل انا اصلا مدخن هل ان مثلا واحد من العائله مدخن لذلك هو صار قدوه لولدي حل. خليني احاول اني اول شيء اجمع الخيوط اللي صحيح. اللي خلت ولدي يدخن مم. بعدين خلي خلي موضوع المرا... المواجهه على الصوب خليني اخذ يومين ثلاثة ايام مم. افكر الاسباب الطريقه المواجهه النتيجه مم. شنو نوع العقاب اللي يمكن انا اعاقب فيه مم. ولدي ما اخليه يتاثر تاثير سلبي منها يرد يعاند في في زياده بالتدخين مم. او انه يتحول عنده تصير عنده مشكله مثل مشكله نفسيه او يمكن ما يفتح قلبه مره ثانيه حق ابوه او امه هذه اول اول ستيب المفروض احنا نتبعه الستيب الثاني أنا خلاص لازم أنا أتحمل مسؤولية أن ولدي مدخن مه. أبلش أني أجيب ولدي حلو. أقعد معاه قعدة أه ما فيها هذيك اللي والله أنا أبوه أو أنا أمه مه. لازم أطلع غص الطيب الكلمة مه. منه ومثل التحقيق وكأنه في مخفر أو يعني ما ما يلجأ إلى الضرب يعني ما لا طبعًا يعني أصلا يعني الضرب هذا شيء أصلاً إحنا بس بنتكلم خبيل. بالواقع يعني نعم. هو فعلًا هو شيء قبيح والواحد أكيد ما هو مود يوصل لهذه المرحلة لكن بعض الآباء من الصدمة ممكن يضرب هذا الابن بحيث إنه ممكن هذا الضرب يخليه يستوعب إنه ما يتكرر هذا الشيء ولا ننكر بأنه هذا شيء موجود يعني بعض بعض الاباء يمارس هذا الشيء بس مو الضرب المبرح اللي ممكن يؤدي لا الى ناس نعم. والله في اباء يضربون ضرب مم. مبرح لذلك تلاقي الولد او بنت مم. يعني يتجهون الى م... يعني طرق اخرى يعني يمكن اكثر من التدخين مم. قد يكون بعدين مخدرات قد يكون جريمه مم. وهذه مشكله ثانيه لكن انا قاعد اقول لك الاول هو الصعب اللي قبل المواجهه يعني إن انا انا اول شيء مم. انا اهيئ نفسي صحيح. لمواجهه مم. ابني هي يعني اتوقع الغير متوقع مم. من الاجابات صحيح. او سلوك ولدي او طريقه الحديث معه قد تكون اجاباته اول شيء مو مقنعه او تكون صادمه مثل ما قلت صحيح. قد تكون يعطيني فلاش ان ولدي كبر وانا حاط ببالي ان ولدي للحين صغير صحيح. شلون يدخن زين انت قبل لا تقول مم. شلون ليش قول وصل حق مرحلة التدخين؟ حلو إذا يعني أكيد هذا الموضوع الآباء أو الأمهات يهمهم لكن البعض الآخر بيسأل اليوم أنا لي سبب ما لظروف معينة ما كنت قريب من ابني نعم. اليوم أبي أتقرب منه يعني لازم نفتح الصفحة الجديدة هذه يعني لا يعني نبي نشرح نبي بشكل بسيط إن شلون ممكن أتقرب من أبنائي إذا أنا كنت بعيد عنهم وقررت إن أنا أتقرب منهم نرجع مرة ثانية أول شيء أخطط شلون تبلش صفحه جديده مع عيالي. يعني. مثلا الاشياء السلبيه او السلوك السلبي اللي م. كنت اتبعه من قبل احط عليه اكس، ابلش اكتب بالورقه والقلم شنو الاشياء اللي انا من قبل لما كنت صغير ودي ابوي وامي كانوا يتعاملون او السلوك اللي يتعاملون معاي فيه، فاقعد ابلش اكتبه. هذه الاشياء اللي انا كنت محتاجتها وانا صغيره مم. اكيد ولدي الحين محتاجها صحيح. وهذا من البديهي يعني مم. لذلك ابلش بهذه الاحتياجات اللي وانا صغير ابلشها مع ولدي استخدم مع اسلوب الترغيب مم. مم. مو اسلوب الترهيب صحيح. الترهيب لازم خلاص الواحد يعني عفى عليه الدهر ها هذا صحيح. الاسلوب صحيح. لذلك يعني مم. ابلش اطلع معاه حتى حتى لو ما نسولف لمجرد التنزه هذا ترى يسوي عملية تقارب أو تآلف بيني وبين مرة على مرة دي. ممكن فعلًا. أكيد. هذه من العلاقة يعني هذا المشي لو أمشي صحيح. مع عيالي صح راح تلاقي عيالك يبلشون مم. إنه يسولفون يقولون قصص يمكن أنت تتفاجئ فيها. صحيح. قصص يمكن صارت العام الماضي مو يمكن هاليومين صحيح يعني ها هذه النقطه اللي احنا ممكن نختم فيها هذه الفقره بان التخطيط الصحيح لعلاقه الاب والام بالابناء ممكن تكون في صداقه وفي قرب وايضا في احترام وحب بعيدا عن الخوف هذه الجزئين المهمه اللي تكلمت فيها دكتوره كل شكر لك على تواجد معانا دكتور زينب زيادة بهذه الفقرة، وإن شاء الله أكيد نتلاقى في حلقات قادمة. شكراً جزيلاً. مشاهدينا وصلنا إلى نهاية الحلقة، وأكيد الرسالة اللي نقدمها من هذه الحلقة يعني مارس موهبتك، حافظ على صحتك، وكن قريب من أسرتك عشان تعيش حياة سعيدة. نلقاكم على خير في حلقة قادمة، مع السلامة.